مرحبا، أنا ساندي، منظمة سويدو Community Mobilization Assistant. يدير فريق التعبئة المجتمعية التابع لسويدو ومفوضية السامية لشؤون اللاجئين 10 مراكز مجتمعية في 10 مخيمات مختلفة في شمال العراق، حيث يتم إنشاء المراكز المجتمعية بهدف رئيسي هو تمكين اللاجئين والمجتمعات المضيفة وتزويدهم بمنصات لتعزيز مشاركتهم في القرارات التي تؤثر على حياتهم. يحتوي كل مركز مجتمعي على مكتبة وغرفة للأنشطة الترفيهية وغرفة مؤتمرات ومنطقة رياضية وغرفة للمتطوعين المجتمعيين. المركز المجتمعي أيضاً هو مكان لتعلم وأظهار المواهب من خلال التدريبات التعليمية. In each camp, around 80 beneficiaries visit their community centers each day to enjoy a wide range of the recreational sport activities. نشرف على السنتر اللي مسؤول عن الأنشطة والأكتيفيتي اللي تقدمها منظمة السويدو بالتعاون مع UNHCR. عدة أنشطة أغلبها ترفيهية طبعاً، تساعد المجتمع الموجود في مخيم بحركة على إضافة بهجة والأمل للمستقبل. عندنا awareness session دائماً يكون موجودة بين كل أسبوع إلى 10 أيام. طبعاً هاي الأورنس جداً ضرورية وتنطي توعية في مختلف المجالات. تهدف برامج التعبئة المجتمعية إلى خلق التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي بين مختلف المجموعات والجنسيات.